جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ينظر الناس إلى المطلقة نظرة معينة، ربما تكون نظرة استقلاء، نظرة احتقار، ونظرة ازدراء. هل من كلمة يحفظها الله؟ ينظر الناس أو بعض الناس بالأحرى إلى المطلقة نظرة فيها شيء من الاحتقار والازدراء، هل من كلمة؟ هذا عموما لا يجوز أن ينظر إلى المطلقة بنظرة احتقار، لأنها امرأة مسلمة، والطلاق والحمد لله ليس هو من الأمور التي لها تأثير على المرأة. ربما تطلق وهي من أحسن النساء خلقا وأحسن النساء سيرة، الطلاق ليس فيه عيب، ليس فيه مذمة. الذي يتنقص المطلقات هذا يكون آثما.